حسين رياض محمود. صوت يعني. مواطن خالد حسين رياض محمود. ساكن في آخر شارع فيصل، شارع سليم، في شارع الزهراء متفرع من شارع سليم. إيه مشكلتك أو؟ مشكلتي أنا متزوج. وكانت زوجتي متابعة مع دكتور اسمه أيمن العماوي، الدكتور ده في مستشفى اسمه مستشفى سفينكس، وده الروجيتال بتاعك موجود. فجأت وقت الولادة قال لها لا أنا هولدك في مستشفى، في مستشفى أرخص من هنا، لأن المستشفى دي تبع جمعية شرعية، وهي بالفعل تبع جمعية شرعية ومقرها جمعية منابر النور بجوار سور المقابر بنزلة السمان. تمام. فلما جيت رحنا راح وديها المستشفى، قال لها المستشفى دي تبقى أرخص من اللي أنت فيه، هتاخد 1000 جنيه ولادة، والأولاد هيحتاجوا حضانة مش هاخد أكتر من 1000 جنيه منها. ولدت طفلين يعني. ولدت طفلين. تمام. فجيت لما رحنا ولدت وتمام التمام، فوجئت انها مش مستشفى جمعيه شرعيه، اليافطه مكتوب عليها خيري واللفظ شرعيه، المعامله جوه استثماري، لكن معامله البشر رديئه جدا، اقل من ادنى مستوى تشوفه في اي مستشفى. لان يعني بدليل انا عمري ما رحت هناك الا ولاقي دكاتره الحضانه نايمين. ايه اللي حصل بعد الولاده يعني؟ بعد الولاده اروح يتصلوا يقولوا العيال تعبانين عايزين جهاز تنفس صناعي. طب يا اخوانا انتوا مش طالبين واخدين طفلين عندكم، انتوا ما عندكمش جهاز تنفس صناعي ولا احنا عندنا جهاز واحد بس، احنا عايزين التاني. طب انا اللي راح اجيب لكم التاني على حسابي. المهم اروح هناك اقول له احنا عايزين فلوس، اطلع الفلوس اديهم، يقول لا ده الفلوس اهلا انت عليك فواتير العلاج. خدت بال حضرتك الفلوس اللي سبتها لي مبلغ 750 جنيه فقط، من مبلغ اكتر من حوالي 10800 انا دفعت، والباقي كله علاج فواتير، معايا منهم فاتوره، الفاتوره دي مش موجوده حاليا دلوقتي بس موجوده، هو ممكن اجيبها لحضرتك وتشوفوها. الفاتوره دي علاج مش للاطفال. تمام. هما الاولاد عندهم كان ايه او ايه المشكله بتاعتهم؟ الولاد انا ما اعرفش في الطب، انا ما اعرفش الطب. وقال لي هيحتاج حضانه حوالي 6 ايام 7 ايام مش هتحتاج اكتر من كده. العيال نزلوا الحضانه بقدرة قادر، ببص لقيت العيل اللي كيلو 400 ما يكملش 600 جرام. تمام. خدت بال حضرتك. المهم جيت في يوم لما حصلت المشاكل دي كلها، جيت مراتي تعبت، رحت هناك عشان اشوف الولاد عادي، طبعا مراتي ما بتروحش عشان تعبان. فلما رحت هناك لقيت الدكتوره نايمه، كانت الساعه 11 الا ثلث، الدكتوره نايمه. لما قعدت اتكلم معاها فضلت حوالي ساعه الا ثلث لما صحيت وغسلت وشها وقلت لها انا شغاله في مستشفى حلوان العام وشغاله في مستشفى ام المصريين، ومش يعني انت بتشتغلي بالليل وجيت جايه تنامي هنا في النهار على حساب اولادي؟ يا هنا ما ينفعش الكلام ده. قالت لي والله. المهم لقيت بتكلم معاها بقول لها انا مكتوب لعيالي حفاظات، العيال الحفاظات اللي لابسينها دي من يوم ما اتولدوا ما غيروهاش، الكلام ده كان يوم 16/8. قالت لي الحفاظات موجوده، فتحت الادراك ما لقيتش ولا حفاظه، وانا مكتوب لاولادي ده ستات حفاظه. المهم جيت قلت لهم طب عموما انا رايح لوزير الصحه. رحت عرضت مشكلتي على وزير الصحه، كل اللي عملوه معايا راح قاتل لي. قرار على نفقه الدوله لعلاج زوجتي. وادي القرار حضرتك قدامك اهو. باسم زوجتي. تمام. على مستشفى الهرم. رحت مستشفى الهرم يوم 16/8 في نفس الوقت، رحت عملت لها سونار وعملت لها تنظيف اللي هو كان سايب الدم اللي كان سايبه الدكتور في بطن مراتي. اتعمل لها تنظيف تاني، وادي السونار اهو، وادي صوره الدم كامله من مستشفى الهرم التخصص التاريخ 16/8. اليوم ده راحوا عملوا فيها محضر ان انا ما بزورش العيال. انت اثبتت الاهمال كم مره؟ انت رحت مره وبس كده؟ انا رحت انا كنت بروح يوميا، بعد اوقات كنت بروح يوم ويوم على حسب الفلوس، ما انا ما اقدرش ادخل هناك من غير فلوس. صعب ان انا لو دخلت من غير فلوس هتهز وزعيق وقله ادب، شغل عربجيه في المستشفى. ايه اللي حصل للاولاد بعد كده؟ المفاجئه لقيت جايني تليفون من قسم الهرم الساعه 10:06 دقايق يوم الاحد اللي فات، بقالي 9 ايام دلوقتي يوم 24، ولقيته بيقول لي عندك ابن توفى في الحضانه تعال استلمه. ورحت هناك لقيتهم عاملين اجراءات الدفن كامله ومفيش اي مشاكل، ومفتش الصحه ده ماضي وكل حاجه، ولقيت الاسم كله قايم على ان انا استلم الجثه. فطبعا رفضت، عملت محضر، المحضر اتقطع. انت ليه رفضت انك تستلم؟ عشان انا عارف ان فيه اهمال، انا عارف ان فيه اهمال في المستشفى. تمام. انا عارف ان الدكاتره اللي هناك مش دون المستوى، اذا كان مدير المستشفى نفسه ما يعرفش يشخص مرض. طب مش في تقرير طبي طلع بالحاجات دي؟ حضرتك معايا التقرير اهو.
تقريب لكل عيل. بقول ان حالتهم ما كانش يعني حالتهم ايه انها تحتاج حضانه ايام قليله مش ايام كتير. ما تحتاجش ان الجهاز التنفس الصناعي والكذب اللي بيتقال ده. طب قالوا لك ايه عن التقرير ده جوايا او ايه مضمونه؟ مضمونه ان العيال يعني مش التعب اللي فيهم مش اللي هو اللي يوصل للدرجه دي. خدت بال حضرتك؟ اللي انا بقى لاحظته في الحضانه ان عمري ما شفت في الحضانه علاج. كل اللي بشوفه متركب على اولادي اجهزه تنفس اللي هو الاكسجين وجلوكوز زياده عن الجلوكوز مفيش. بعد ما رفضت تستلم الجثه ايه اللي حصل معاك بعد كده؟ اتمارس عليها بقى. عملت محضر عشان نتحول للنيابه. اتمارس عليها الضغوط. المحضر اتقطع. من مين يعني؟ اتقطع في المباحث. تمام. جه لما المحضر التاني اتعمل المامور بعت لي هددني وقال لي اتنازل. قلت له قال لي اتنازل وده قضاء وقدر وعوضك على الله وتنازل احسن مراتك. قلت له لا. وقال لي طب خلاص مراتك هتتحبس هنعمل لها محضر اهمال. قلت له اذا كان القانون يسمح ان ان يحبس مراتي لا يحبسوها طالما مهمله يحبسوها. تمام. انا مش عارف هتتحبس ليه. كان سايبهم بيلعبوا في الشارع. طب ايه موقف مدير المستشفى ده؟ انت ما رحتلهوش ولا مفيش حاجه حصلت؟ لا مدير المستشفى جاني في النيابه وعرض عليا ربع مليون جنيه وانا مسكته وشتمته وهزقته هو والمحامي. كان في شهود الناس اللي في النيابه. الناس اللي في النيابه يا بهاش هجيب شهود منين اذا كانت النيابه كلها متطبخه معاهم؟ إذا كانت النيابة ما رضيتش تستلم مني الورق ولا لما نحتاج الورق هنقول لك واستلموا منهم صور الورق. تمام. وما استلموش مني ورق لحد دلوقتي. طب هو في وقائع تانية فساد أو إهمال زي كده؟ في يا بيه لأن ممكن تكون حاجة لا حضرتك يعني. المحامي وأنا واقف لما رفضت وشتمتهم على اللي حصل ده المحامي طلع 300 جنيه وأعطاهم لسكرتير النيابة قدام عيني اسمه شعبان وقابلت ومسكت شعبان قلت له إذا كنت هتحلل الفلوس على أولادك من دم ابني ربنا يقعدوا لك في اولادك. انت قلت لي انك قابلت ناس ان حصلت معاهم في واقعه انا شفتها يوم ما استلمت يوم ما رحت استلم الجثه ساعه ما رحت استلم الجثه حولناها للمستشفى كان معايا اثنين امراء شرطه صحناهم من النوم صحنا المستشفى تاني من النوم وده المره الرابعه دي واقعه بقى كان قدامهم اثنين امراء شرطه صحناهم من النوم بمفهوم انه في الحضانه. لقيت واحد جاي بيصحيهم برضه من النوم راجل بيقول لقيت بطنه ورمه بقول له في ايه؟ مالك؟ بيقول لي انت اللي مالك زعلان ليه؟ قلت له ابني مات هنا من الاهمال. قال لي يا نهار اسود ده انا عامل عمليه صرف عليها 26000 جنيه وبطني ورمه. بقول له بقى انا دخلت ال 25 يوم اهو وتعبان اكتر ما كنت تعبان النهار قبل ما اعمل عمليه وبطني ورمه مش عارف الورم ده ايه. الراجل ده بيقول ان هو مركب دعامه في الحال وتعبان فعلا والراجل بطنه ورمه فعلا ولو اوصل للراجل انا مستعد اجيبه. بس طبعا انا في درجه ابني متوفي الواحد ما بقاش مركز برضه. طب حاله ابنك الثاني ممكن حاله ابني الثاني المهم ما انا جاي لسعادتك اللي معاليك اهو. جيت لما حصل الشد وعرفت ان النيابه بدات تتقرب رحت ايه ازور العيال ازور الولد الثاني مسكوني فتشوني تفتيش ذاتي فين الورق اللي معاك؟ قلت لهم الورق مع المحامي. طب حصل المحامي طب ابني قال لا مالكش اولاد هنا. رحت عامل محضر بالواقعه المحضر بالواقعه خد رقم اعطاني رقم والحمد لله الورقه موجوده اهي. الرقم كان بص كان 11895 ومتسجل قدامي في الدفتر. رحت النيابه لقيته 11696 علشان يوصل لوكيل النيابه غير ايه يكون تبعهم. وصلت لوكيل النيابه اللي تبعهم اتهزقت واتهنت وبرضه بيضغط عليا قال اتنازل احسن هتتحبس اتنازل احسن هتتحبس ما انتش قدم. خدت بال حضرتك؟ المستشفى دي تبع جمعيه شرعيه صاحبها رضوان الشاعر. حاله ابنك الثاني تحت الصفر. رحت الوكيل النيابه رحت المدير النيابه رحت لما عرفت ان المحضر مش اللي رقمه معايا موجود في النيابه ما رضيش يتحقق معايا فيه وهيتحفظ رحت عامل طلب حضرتك اهو. الطلب ده بطلب فيه توقيع الكشف الطبي من لجنه محايده من جامعه القاهره او مستشفى بالريش. مدير النيابه قال لي مش اختصاصي. فانا دلوقتي مش يعني انا عايز اقول حاجه واحده بس انا ضمن اخلف تاني. انت عايز ايه؟ انا عايز حقي من المسؤولين. عايز اشوف الفساد اللي منتشر في البلد ده ايه اخرته ايه. انا مش بتكلم عن نفسي انا بتكلم عن اللي جاي غيري. لو دخل المستشفى ما بيعرفش يتصرف ابنه هيموت قدامه لان المستشفى ده اتضح كده وانا حاسس ان ده حقل تجارب على الاطفال.
مستشفى الرضيع بالطريقه دي وبيدوروا على الفلوس وعلى المال، يبقى كده حقن تجارب على الاطفال، بياخدوا الاطفال يعملوها حقن تجارب. دي مستشفى من دون المستوى والمعامله استثماري. انا عايز حقي. اذا كان الكلام ده هيوصل للناس من اي مسؤول في البلد، اعتبر ان الموضوع ده لحفيده او لابنه هيعمل ايه؟